مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كيبورد ونبداها بابرز العناوين. هاشتاج الحريه لقحطان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. تظاهره الكترونيه تطالب بحل مشاكل الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج. باحث يمني يسجل براءة اختراع في اليابان. تليجرام يطلق ميزة المكالمات الصوتية. وضيف فقرة الاستضافة الفنان التشكيلي ردفان المحمدي. عماني على اختطاف السياسي عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد قحطان من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ومصيره غير معروف حتى الآن. وبمناسبة مرور العامين على الاختطاف القسري له، تفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج بعنوان الحرية لقحطان، طلبوا فيه بالإفراج عنه والكشف عن مصيره. نشوف هذا التفاعل. اخترنا من منشورات الهاشتاج منشور لمحمد الربع الذي يقول: وفي ذكرى اعتقال محمد قحطان تذكروا أن المعتقل الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، تستطيع أن تزوره أسرته أسبوعيا ويحق له الاستمرار في مواصلة دراسته، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتكليف محامي يترافع عنه في المحاكم، فيما المختطف اليمني في سجون الاحتلال الانقلابي أمثال محمد قحطان لا يسمح لأهله حتى معرفة أين يعتقل وهل هو حي أم ميت. منشور آخر للصحفية سامية الأغبري تقول فيه: عماني مرة على اختطافك ولا نعلم مصيرك، أين محمد قحطان يا عصابات الحوثي صالح؟ الحرية للأستاذ محمد قحطان وللزملاء الصحفيين وللناشطين وكل المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح. الحرية لزميلنا محمد المقري المختطف من قبل القاعدة ولا يعرف مصيره في المكلا. الحرية لليمن من سلطة العصابات. تعددت الأزمات والشعب واحد داخل البلاد أو خارجها. الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج يعانون العديد من المشاكل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، ولم تتوقف مطالباتهم بصرفها. كذلك كثف الناشطون المطالبون بحقوق الطلاب نشرهم لمنشورات وهاشتاجات في نفس الموضوع، لكن لا حياة لمن تنادي. نشوف آخر تظاهرة إلكترونية مطالبة بصرف مستحقات الطلاب تحت هاشتاج اصرفوا مستحقات الطلاب. منشور لطارق حسن يوصف لنا شكل من أشكال معاناة الطلاب. طارق يقول: رسالة من أحد الطلاب إلى السفير اليمني في ماليزيا، محزن جدا.
سعادة السفير الدكتور عادل محمد باحميد حصل هذا الليلة والله على ما أقول شهيد. جاءت الأونر الصينية تأخذ إيجاري فبراير ومارس المتأخرين واللي دبرناهم دين، وتسألنا ليش رجعت تأخر بالإيجارات آخر سنة رغم أن لي 3 سنوات أحاسبها مقدماً حق 3 أو 4 أشهر. المهم شكينا لها حال البلاد ونحن بلا مستحقات وما قصرناش، وفاجأ بها تعيد لي 300 رينجيت وتقول خذوها دعم مني لكم الثلاثة. سعادة السفير، لقد تمنيت لو أن الأرض تنشق وتبلعنا، ورفضت استلام المبلغ رغم إلحاحها الشديد، لكن السؤال هو هل ستكون مدام للصينية المحترمة أرأف بنا من حكومتنا ومسؤولي بلادنا؟ وسط الفوضى الكثيرة والأزمات قليل من أمل، فمبادرة بي بوزيتيف تستمر في تقديم المساعدات للمحتاجين رغم شح الإمدادات. نشوف آخر أعمالها والتي لخصتها الناشطة صفاء الهبل بمنشور في الفيسبوك. تقول صفاء: التغذية المدرسية شارفت على الانتهاء لهذا الشهر والتي شملت 150 طالبة. من الجيد توازي انتهاء الدراسة مع انتهاء التغذية، فحتى الآن لن نستطيع في كن إيجابياً التكفل بشهر جديد. علاج السكر للخالة يصلها شهرياً وإن تأخر عليها 5 أيام. لم نتمكن من دفع علاج الروماتيز والمفاصل للصغيرة حتى الآن، لكن سنجد مخرجاً لتسديد دين العلاج. وإلى عدن، ومنشور للصحفي فتحي بن الأزرق نشره على صفحته في الفيسبوك حول شاب صنع سيارة صغيرة. نشوف منشور فتحي: هذه سيارة تمكن الشاب بالثانوية العامة من أبناء التواهي سيف ذو يزن شملان بإمكانيات بسيطة من صناعتها من الصفر. جهد أكثر من رائع، كم سنكون سعداء لو أن هذه العقول المبدعة وجدت من يرعاها. خلونا نشوف هذا الشاب وسيارته. يمني آخر متميز على مستوى العالم. تمكن الباحث اليمني المقيم في اليابان الدكتور مروان ذمرين من تسجيل براءات اختراع جديدة في مجال دمج بلورات الطاقة الشمسية ورفع كفاءة الخلايا الهجينة إلى أكثر من 30%، فيما استغرق الباحثون أكثر من عقد ليصلوا بهذه الكفاءة إلى 26%. يذكر أن الباحث ذمرين قد حصل على 3 براءات اختراع سابقاً من ضمن 8 قيد التسجيل. وإلى التكنولوجيا وآخر أخبارها، ففي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصبح بإمكان المغردين استخدام 140 حرف كاملة للرد على التغريدات الموجهة إليهم. وكان تويتر قد أعلن عن بدء التغيير مشيرا إلى أنه لن يحتسب بعد اليوم أسماء الاستخدام المنشن في عدد أحرف الردود، وستظهر أسماء المستخدمين في أعلى الردود بدل عرضها في أول التغريدة كما كان معتادا على الموقع، وسيصل التحديث الجديد للجميع عبر مراحل. تليجرام تطبيق المراسلة أطلق ميزة المكالمات الصوتية للأجهزة العاملة على نظامي أندرويد وآي أو إس في أوروبا الغربية، على أن تفعل للمستخدمين في الدول الأخرى تباعاً خلال الأيام المقبلة. وأوضح تليجرام أن المكالمات الصوتية ستكون مشفرة كالرسائل على التطبيق، واعداً بتقديم جودة عالية عبر استغلال البنية التحتية الخاصة بالشركة حول العالم لتسريع الرسائل النصية. والإضافة المميزة أيضاً أنه يمكن لمستخدمي تليجرام اختيار أشخاص محددين يتيحون لهم الاتصال. إلى فقرة الفيديوهات، والبداية بمقطع حول مشكلة المشاكل انقطاع الرواتب وما يفعله بالناس. نشاهد هذا المقطع.
عاش يا دولتي جميل جدا يعرف فيه الشاب اليمني بنقاط بارزة من الثقافة اليمنية ويشير بلمحات سريعة إلى تأثير الحرب الدائرة عليها. كل ذلك في 100 ثانية نشاهد. موكا might be your favorite cup of coffee. I bet you did not know it's actually a place in my country. I'm gonna take you on a magical ride to a place that is older than time itself. And let's see how long it takes you to guess where I am. We were the first to discover coffee. Our neighbors claimed they did, we claimed we did, but regardless, this is not exactly the reason I had insomnia. The beautiful mud brick tower houses of our old city are thousands of years old. It's an amazing place. But this is fahsa, a dish that is more prominent in the north. It's a mix of fenugreek and meat. This is mutafaya. It's a dish which is a mix of fish and potatoes, and it's more prominent in the south. They don't necessarily go well together. But there's more that divides the north and the south than just food. مقطوعة رباعية للموسيقار أحمد بن أحمد قاسم بعزف الفنان نجيب أبو ريان من الفعالية التي أقامها بيت العود العدني. نستمع مع بعض. نختتم فقرة الفيديوهات بأغنية يلا نبني بلدنا للفنان عبد الله المصباحي. يلا نبني بلدنا فوق الأعلى مكانه، الوطن يتمنى واحنا قد الأمانة. يلا نبني يمنا فوق الأعلى مكانه، الوطن يتمنى واحنا قد الأمانة. يا أخي شاءنا الله نتحد واتحادنا، دام وإحنا مع الله ما نضيع بلدنا. يا أخي يا حبيبي يا ابني أهلي وأرضي، قم نولى بيمنا واترك الماضي يمضي، واترك الماضي يمضي. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم فنان تشكيلي يمني لا يكل ولا يمل، إذ شارك في أكثر من 50 معرض جماعي وأربعة معارض فردية واثنا عشر معرض دولي، كما أنه حصل على 5 جوائز محلية ودولية. ضيفنا الفنان التشكيلي ردفان المحمدي. We'll be right back.
أهلا فيك أستاذ رزفان. أهلا وسهلا معكم. نورتنا. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بقناة بلقيس وكل طاقم البرنامج. الله يحييك، جاهز للأسئلة؟ خلاص جاهز. تمام، نبدأ معك جولة الأسئلة الاعتيادية. أول سؤال، أوصف نفسك بكلمة. طويل. شخصية تأثرت بها. هاشم علي. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها. الواتساب. أكثر انتقاد يوصلك. انتقاد؟ أنا استخدم الهاتف كثير. حالنا كلنا، لحظة سعادة عشتها؟ لحظة سعادة أعتقد لما تزوجت. لحظة حزن عشتها؟ مع زوجتي. إلى جانب الرسم ماذا تفعل؟ هواياتك، أي شيء؟ أحاول أغني بس بيني وبين نفسي طبعا لأن صوتي مش كويس. طيب مواهب أخرى غير الرسم؟ عفوا؟ مواهب أخرى غير الغناء والرسم؟ والله طبعا كنت أكتب شعر وكنت أكتب قصة بس بعد فترة حسيت إنه ما عنديش ملكات قوية يعني فخلاص قلت خلينا في الرسم خلاص. الأسئلة الأكثر تخصصية الآن، تمام؟ معاكي. ماذا لو تعطينا لمحة عن الفن التشكيلي؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ ماذا لو تعطينا لمحة عن الفن التشكيلي؟ ماذا رسمت؟ يعني كلمنا عن الفن التشكيلي، عرف لنا الفن التشكيلي. ما هو الفن التشكيلي؟ أيوة. الفن التشكيلي طبعا هو بيضم مجموعة من التخصصات سواء كان رسم أو نحت أو حروفيات يعني ما بين الخط العربي وجمالية اللون بالإضافة إلى الأشكال التي نأخذها من الواقع ونحولها إلى أشكال فنية تعتبر هذا فن تشكيلي حتى المشغولات الأدبية تدخل ضمن إطار الفن التشكيلي بمعنى أي شيء عادي يحول إلى شكل فني هذا يسمى هو الفن التشكيلي. أنت شخصيا متخصص فقط في الرسم؟ أنا متخصص في الرسم فقط. ممتاز. الفن التشكيلي في اليمن ما الذي ينقصه؟ الفن التشكيلي في اليمن ينقصه إلى مؤسسات قوية إما طبعا شركات تسويقية تسوق الأعمال الفنية اليمنيين أو قاعات جاليريهات بمستوى عالي تعمل على عرض الأعمال الفنية سواء في اليمن أو في الوطن العربي أو في العالم لإشهار ثقافة الفن التشكيلي اليمني. الفن التشكيلي اليمني طبعا خاص وفي له خصوصية جميلة ومميزة ربما الفنان العربي عندما يشاهد العمل الفني يعجب او يتاثر بها يعني ولكن يظل الفن التشكيلي في نقص تسويقي على مستوى العالم. يعني الفنانين موجودين بس النقص في التسويق. النقص ما في التسويق لكن الفنانين اليمنيين موجودين وبكثره. صح هناك ايضا قصور في مساله وجود كليه فنون جميله في جميع المحافظات ربما هي كليتين فقط واحده في الحديده والثانيه في عدن وحاليا بيفتتحوا كلية في تعز ولكن مع الوضع اللي حصل تقريبا لا تؤدي نشاطها بشكل قوي لكن في صنعاء وفي بقية المحافظات لا توجد كلية فنون جميلة وهذه مشكلة تعتبر كبيرة من أجل إثراء الحاكم التشكيلي بطريقة أكاديمية صحيحة. إذا أعطينا نبذة عن المنتدى العربي للفنون. عفوا ممكن تعيد السؤال؟ أعطينا نبذة عن المنتدى العربي للفنون. المنتدى العربي للفنون تأسس في 1 يناير 2013 كان مختص في الفنون التشكيلية فقط الآن توسع المنتدى يعني يشمل الموسيقى والمسرح وأشياء أخرى فنية كالتصوير والجرافيكس والتنمية الإبداعية بالإضافة إلى الخط العربي وجمعية الخط العربي. الآن المنتدى بيحاول إنه يصارع عربياً من خلال إظهار الأعمال التشكيلية الفنية سواء الفنان اليمني
وضعها في دول أخرى، وربما هذا ما سنقوم به في هذه الفترة في العام 2017 أو 2018، وفي وقت قريب ربما سنفتح فرع هنا في مصر. الفكرة أنه كيف نستطيع إظهار الجانب التشكيلي اليمني هنا في دولة مصر، بحكم أنها دولة سياحية وثقافية ولها حضور مميز في الوطن العربي، ولها زيارات أيضا من مختلف البلدان على مستوى العالم. ردفان، عندك مركز رسم خاص صح؟ بس توقفت أعماله صح؟ عفوا، مركز الرسم الخاص بك ماذا عنه؟ توقفت أعماله، لماذا؟ المدرسة، عفوا، أنت سألت عن المدرسة الواقعية بالنسبة لأعمالي؟ مركز الرسم الخاص بك، عندك مرسم خاص توقفت أعماله، احنا نسأل ليش توقفت أعماله؟ معلش بس مع الإنترنت بيتقطع الصوت، يعني ممكن بس توضحي السؤال من جديد؟ مركز الرسم الخاص بك، مرسمك الخاص، أه. لماذا توقفت أعماله؟ مرسمي الخاص طبعا أثناء افتتاح المنتدى كان مرسمي داخل المنتدى، في حين طبعا تزوجت نقلت مرسمي الخاص إلى البيت، وكنت أمارس أعمالي طبعا كتدريب وكإدارة في المنتدى في الوقت الفراغ أو وقت ما أنتهي من العمل، برجع برسم في البيت طبيعي. فأحيانا الرسم بيحتاج إلى نوع من الهدوء عشان يستطيع ينتج بدون انشغالات خارجية. أكيد. فنان تشكيلي يمني تتوقع له مستقبل؟ أتوقع مستقبل لي أنا ولا المستقبل فنان تشكيلي يمني؟ فنان آخر، يعني ربما مبتدئ تتوقع له مستقبل زاهر. هو من الطبيعي جدا أن الواحد بيتوقع مستقبل زاهر، خصوصا لو كان بيسعى بطرق واثقة وناجحة للوصول الى العالميه. ف اعتقد انه المساله بسيطه جدا لاي فنان، سواء انا او شخص اخر، لو فكر انه ينتقل للعالميه بيكون فنان معروف على مستوى الوطن العربي والعالم، لابد ان يكون مخلص للفن. مخلص للفن اولا من حيث الريشه والتجارب والممارسه، بالاضافه الى انه لازم يشارك في المعارض الفنيه سواء كانت عربية أو محلية، لازم يظهر نفسه أيضا من خلال السوشيال ميديا، يعني طبعا زي الفيسبوك وتويتر غير من المواقع هذه، طبعا هي اللي بتعمل على إشهار ما قدمه من أعمال فنية. شخصيا أنت متى بدأت الرسم؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ شخصيا متى بدأت الرسم؟ أنا طبعا بدأت الرسم عندما دخلت قسم الفنون الجميلة في المعهد المهني الصناعي، ربما لم أكن راغبا في الرسم ولكن كانت صدفة، وبعدين حبيت الرسم، كان هذا في عام 2001. طيب في عام 2007 نعم اهتميت في الرسم بشكل جدي. أيوه واصل. في العام 2007 اهتميت في الرسم بشكل بجدية أكثر، حينما تدربت من جديد على يد الفنان الراحل هاشم علي رائد الحركة التشكيلية في اليمن، كان هذا في عام 2007 في بيت الفن في تعز. فهنا طبعا بدأت حالة الإلهام أقوى والتفرغ للرسم بشكل أكبر وأكبر، وتميزت فيها في تلك الفترة، يعني ما بين 2007 إلى 2009. رائع. أقرب لوحة لك؟ أقرب لوحة لي طبعا هي لوحة الشايب اللي فزت فيها في الجائزة في لندن. فزت فيها بجائزة ايش؟ فزت فيها كلقب أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم للعام 2016. رائع ما شاء الله. عمل اللي هو عمل يعتبر نقلة في مسيرتك طبعا صح؟ العمل التشكيلي طبعا هو بيتكلم عن اليمن السعيد وحالة الحروب اللي حصلت، يعني أو بيتكلم عن المسألة الطائفية والمذهبية التي بتعمل على حروب اهليه والى اخره، فهي بس فكره لخصت مشكله الحرب اللي حصل عندنا في اليمن. طيب هل لك مشاركات في مسابقات او معارض مقبله؟
حاليا طبعا بعد تقريبا 10 أيام بيكون في معنا معرض دولي في سكن الصرب، وهناك أيضا فعالية ستكون يمنية في الإسماعيلية. يعني هناك مشاركات كثيرة طبعا هنا في مصر بحكم أنها حاضنة للأعمال الإبداعية وحاضنة للثقافة وحاضنة أيضا للمشاركات الفنية، بمعنى الفن في مصر تقريبا هو أكثر ازدهار من أي دولة عربية. أتوقع ذلك. ماذا عن طموحك الشخصي؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ ماذا عن طموحك الشخصي؟ هو بالنسبة للطموح بشكل عام أنا طبعا مرتبط بالمنتدى، فكطموح إن أنا أرسم مجموعة من الأعمال الفنية، خصوصا إنه في مصر هناك نوع من التفرق، فأتوقع إن أنا بقدر أعمل أعمال كثيرة هنا في مصر، بالإضافة إلى إنه طموحي أفتح منتدى هنا في مصر ثم في دولة أخرى. الفكرة إنه لازم نعمل على تقارب التجارب الفنية العربية، ولا بد ان يكون هناك ظهور ايضا للفن التشكيلي اليمني على مستوى الوطن العربي والعالم، ولن يكون ذلك الا من خلال افتتاح فروع للمنتدى في اكثر من دوله عربيه. ربما مصر سيكون هذا من المعتاد في فتره قريبه. اذا ادفان كلمه اخيره في نهايه المقابله. معلش الصوت متقطع، ممكن تعيد السؤال؟ كلمه اخيره في نهايه المقابله. أولاً طبعاً بشكر قناة بلقيس، بشكر البرنامج الرائع، هذا يعني برنامج لطيف، وتحياتي طبعاً لأهلي وأصدقائي في اليمن والفنانين التشكيليين اليمنيين أيضاً. صراحة ما بين كل فترة وفترة وبرغم الحرب برغم الضغط إلا أنه بلاقي كثير من المبدعين بينتجوا أعمال إبداعية مبهرة، بالإضافة إلى عدد جديد من الفنانين بيظهروا بشكل واضح. فأعتقد التجربة التشكيلية اليمنية تجربة ناجحة وتأخذ مسار ناجح برغم الظروف. فأتمنى أو أأمل أنه أقدر أعمل شيء يفيد المجتمع ويفيد الفنان اليمني هنا في مصر. سأحاول أن أعمل ما أستطيع عمله يعني، فكل اللي يقوله بس يعني كونوا ناجحين في أعمالكم، كونوا إيجابيين مهما حصل، فالفن التشكيلي هو حالة من السعادة وحالة من الوجدان، حالة من التصالح مع النفس، كونوا سعداء بما تقدمونه. رائع جدا ردفان. الفنان التشكيلي المبدع، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك كل التوفيق. الله يخليكم يا رب، شكرا لكم. شكرا. وتحياتي. شكرا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم. وسط الفوضى الكثيرة والامل والازمات